والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه موداء اما بعد رحله جديده لصيد وهم جديد هذا الوهم في هذا اللقاء وهم يمكن الا نجد احدا لا يسري اليه ذلك الوهم وهم غريب وهم يكاد يكون كلنا بيحصل لنا الوهم ده وهم يتعلق بإيه يتعلق بأخص ما نحن نتعامل فيه مع الله إيه أخص حاجة بينا وأطول حاجة وأكتر حاجة بنعملها بينا وبين ربنا إيه هي الإيه؟ الدعاء الدعاء هل في الدعاء فيه أوهام آه نعم الدعاء فيه عدة أوهام هناخد النهاردة أهم وهم في الدعاء أنا ليه بدعي ربنا؟ خلينا نسأل سؤال ليه بندعي ربنا؟ ليه بدعي ربنا؟ علشان يعني يحقق الأمان اللي عندي عشان يحقق لي الأمان بتاعتي صح يعني إجابة في غاية في غاية الصحة السؤال بقى اللي بعد كده هو ربنا سبحانه وتعالى لو أنا ما دعوتوش هيعرف أنا محتاج إيه ولا لا؟ أكيد اكيد طبعا. طيب يبقى انا لو حبيت ادعي ربنا وانا اريد ان انا وبدعي ربنا انا وانا اريد ان انا وبدعي ربنا اعمل ايه اعلمه بحاجتي اه في ناس كتيره بتقول كده في ناس كتيره وهي بتعتقد ان الاستجابه لحاجتها متوقفه على دعائها بتجعل الدعاء معلم لله بحاجتي وده وهم كبير ان هو مش هيتحقق له اي شيء غير لما يدعو وعشان كده هو بيعمل ايه بيدعو بيدعو ليه بيدعو وهو عنده وهم بيشتمل على ماذا بيشتمل على مصيبتين سامحوني لازم اقول لكم ان هو بيشتمل على مصيبتين اللي بدعي الله لماذا لانني احتاج لهذا الذي ادعوه لكي يحققه لي أدعو الله سبحانه وتعالى لكي أعلمه ماذا؟ ما أحتاج إليه أنا بعرف ربنا محتاج إيه؟ لي قال عشان هو مش هيدهوني لو أننا ما علمتوش آه وده في أسوأ الأحوال يشتمل على خستين ومصيبتين الخسة الأولى إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دعائي ليعلم بحاجتي لماذا؟ ليه ربنا مش محتاج لدعائي ليعلم حاجتي؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق في هذه الحاجة قبل أن أدركها أنا مين اللي خلى الحاجة دي موجودة فيه؟ اللي خلى الشيء اللي أنا احتاجته موجود قبل ما احتاجه يا الله تعال نشوف كده هو انا احتجت الشيء بعد ما ربنا خلقه واوجده حتى وعلى سبيل الفكر حتى وعلى سبيل الامكان انا احتجته بعد ما فكرت فيه بعد ما حسيت ان ده ناقص عندي فانا محتاج لده مين اللي كان اوجده قبل ما يكون انا حاسس بالحاجه اليه الله سبحانه وتعالى ومن الذي خلق حاجتي اليه الله سبحانه وتعالى فهل يجوز ان انا اعلم الله سبحانه وتعالى بذلك والله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى ايه اللي هو اخفى انا اعرف الحاجه بتاعتي اللي انا طلبت الله سبحانه وتعالى. يا رب بنات اللهم ارزقنا الزوج انا أعرف الحاجه دي اللهم ارزقني الزوجه انا أعرف الحاجه دي اللهم ارزقني النجاح انا اعرف الحاجه دي اللهم ارزقني المال انا اعرف الحاجه دي لكن أعرف هي جت منين؟ هو أنا مشيت معاها من الأول خالص فعرفت كيف سارت في قلبي حتى وصلت على لساني؟ أنا أعرف بس إن أنا أطلبها لكن أعرف من أين جاءت؟ أبداً. ما أعرفش أي ألم وأي احتياج نشأ في صدري فحرك هذا الاحتياج في قلبي فوصل إليه. ولذلك من, من الذي يعلم السر وأخفى؟ الله الذي وضعه في قلبي الذي وضع هذا الاحتياج في ايه في قلبي هذا هو المعنى الاساسي اللي يخليني اقول مش ممكن يكون انا وبدعو الله بعمل ايه اعلم الله بحاجتي باول حاجه انا اذا دعوت الله لا اعلمه بحاجتي لانني اعلامي لحاجتي اعلامي لله بحاجتي يستمر على اول سوء في الاعتقاد ايه هو بقى ان هذا يطعن في اعتقادي في علم الله بأنه أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم إن شاء الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه يعلم حاجاتي ولا لا أنا عارف دلوقتي أن ابتدي الناس يتشككوا يقولوا طب أنت هتوصلنا لغاية أن احنا نقول أن احنا مش هندعو الله سبحانه وتعالى لا أنا هنوصل بس خلينا نمشي واحدة واحدة الأمر الثاني أن بعض الناس يظن أنهم بدعائهم ماذا؟ أنا آسف أعوذ بالله يضغطون على الله لكي يحقق لهم أمنيتهم أو يحقق لهم ما يطلبون وهذا سوء اعتقاد ليه؟ لأنك بهذا تتصور بأنك تستدر من الله تستخرج من الله وإنما يستدر من البخيل لا من الكريم الله سبحانه وتعالى ما يستدرش منه ما يستخرجش منه لأن الله سبحانه وتعالى كريم لا يحتاج أن أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحتاج أن أنت تضغط عليه لكي إيه؟ لكي تأخذ منه عطاءك ودليل ذلك ماذا؟ أنه كتب لك عطاءك قبل أن توجد وفي السماء رزقكم وما توعدون آه ده هو كتب لك عطاءك مش بس ولذلك أنا كنت أقول لهم أنا أفهم أن الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم لكن وما توعدون كمان يعني الله سبحانه وتعالى مش ضمن لنا ارزاقنا فقط وضمن لنا احلامنا كمان وضمن لنا الاشياء التي يعدنا بها سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى ضامن لاحلامنا يعني اذهب بخيالك حيث شيء والله ضامن له يبقى اذا اياك ان تدعو الله سبحانه وتعالى وانت تعلمه بحاجتك او تستدر منه لان هذا طعن في علمه وهذا طعن في كرمه انما يستدر من ماذا من البخيل ما, ما ماذا لا يستدر من الكريم لان الكريم انما كان كريما لانه يعطي بلا طلب لانه ماذا يعطي بلا ايه يعطي بلا طلب هذا هو الاول تفضل في جيه. قول الله تعالى ادعوني استجب لكم يعني فاحنا قالنا واذا سالك عبادي في القرب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فهو كلام رائع كلام رائع وايه علاقه بقى الاستجابه بالدعاء كاننا بنسال دعوه الداعي اذا دعان اذا دعان صح يعني الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صح؟ فمعنى ذلك عندك أن الله سبحانه وتعالى مش هيستجب له غير لما يدعوه ده المفهوم من الآية صحيح هذا كلام رائع فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالكفاية فإذا لم يدعو العبد الله لن يعطيه ولقد يعطيه بغير دعاء يعطيه بغير دعاء قد يعطيه بغير دعاء فين الدليل على انه اعطاه بغير دعاء؟ لان الله رزقه قبل دعائه. صحيح؟ الله سبحانه وتعالى رزقه قبل دعائه، طب ما فائده الدعاء؟ اه بقى فائده الدعاء مش هو الاستجابه الله ضمن لك ان ان يستجيب لدعائك صحيح صحيح تعال نفهم حاجه مهمه جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء العباده ليه قال الدعاء العباده ايه لما بتفهم لما تسمع ان الدعاء العباده ايه اقرب نموذج بيجي لك في في العباده الصلاه تمام حاجه رائعه اعظم صحيح اعظم عباده الصلاه عماد الدين فالصلاه اعظم عباده ايه بقى العلاقه ما بين الدعاء وعلى سبيل المثال الصلاه ايه علاقه الدعاء بالصلاه مثلا باعتبارها من اهم العبادات انه ان الدعاء جزء من الصلاه متضمن فيها يعني علاقه جزء بكل ان العلاقه ما بين الصلاه والدعاء ان إن الصلاة مشتملة على الدعاء، صح؟ بس يبدو لي إن الحديث بيتكلم عن حقيقة الدعاء. مش بيتكلم عن علاقة الدعاء بالصلاة. ده بيقول إن حقيقة الدعاء هو العبادة. صح؟ في حد عنده حاجة تاني؟ إيه العلاقة ما بين الصلاة من جهة والدعاء من جهة؟ اتفضل. إن دعاء ربما يكون من بعض معانيه النداء. يعني ان انت تدعو شيء تنادي عليه فلما تقول مثلا يا الله يعني انت كده تناديه او تنادي عليه فهو يجيبك والصلاه كذلك دعاء او نداء بمعنى ان انت بتدخل فيها في ذكر المولى سبحانه وتعالى فتتذكر وده يذكرك بالله بأ وده يذكرك بالله بأ فيبقى الدعاء كانك بتنادي على الله فيجيبك الله يعني يجيب نداء اه يعني مثلا ادعوني يعني نادوني يا الله يا رحمن يا رحيم انت كده تناديه فهو في اللي يقول لك لبيك عبدي هو كده حصل اللي هو المراد اللي هو فايه اللي حصل بقى؟ حصل اللي علاقه ما بين حبيب ومحبوب علاقه ما بين الحبيب ومحبوب بس برضه احنا عايزين نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والعباده بص يا سيدي العلاقة بين الدعاء وبين الصلاة إن في في الاثنين فيهم خضوع وفيهم تذلل وفيهم انكسار لله عز وجل. إن الدعاء والعبادة فيها خضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى. م. طيب كلام جميل جدا. تعالوا بقى نشوف حاجة تاني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والعبادة يبقى لازم نلتفت الى جمله من الاشياء العباده في الغالب العبادات بيكون ليها ايه تعالوا نشوف العبادات الاشهر عندنا عندنا الصلاه الصوم الحج ايه اشهر حاجه واميز حاجه في هذه العبادات انها لها زمن صح انها لها ايه لها زمن بنصلي الظهر لما تزول الشمس بنصوم رمضان لما ياتي رمضان بنحج البيت لما لما ياتي الاشهر الحرم وكمان بنخرج زكاتنا لما يبلغ الايه لما يحول الحول كلها لها ازمنه صح الدعاء كالعباده في ذلك ليه؟ الدعاء له زمان زي زمن العباده زمن الاحتياج زمن ماذا؟ الاحتياج ان انت لما تدعو الزمن اللي واجب عليك ان انت تدعو فيه هو الزمان الحاجة ان انت تكون محتاج لله سبحانه وتعالى صح فتكون هذه الحاجة هي ماذا هي الزمن الذي عليك ان تدعو الله فيه طب وإيه الفايدة بده ان كما ان الصلاة واجبة عند دخول الوقت الدعاء كذلك يكون عند دخول وقته اللي هو وقته ايه الحاجة طب الحاجة لما بتيجي ماذا تصنع فيك تصنع فيك الانكسار فتقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن منكسرا هذا هو الذي من اجله جاءت الحاجه وهذا الذي من اجله جاء الدعاء لان الدعاء في الحقيقه المراد منه مش تحقيق المراد لان تحقيق المراد قد حصل لكن المراد منه ماذا؟ هو ان تكون بينك وبين الله علاقه تصل فيها الى ادنى درجات القرب. وإذا سألك عبادي عني فاني قريب. ولذلك لما ارادوا ان يعرفوا الدعاء قالوا هو سجده قلب. ليه سجده قلب؟ لأنها ادنى ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وكذلك ادنى ما يكون القلب من ربه وهو ايه وهو ساجد فلما تدعو الله تكون قريب ما الذي جعلك قريبا تلك الحاجه التي انشاها الله في قلبك لكي ينكسر قلبك فتدخل في رحاب ماذا انا عند المنكسره قلوبهم فلما تدعو الله سبحانه وتعالى وانت عندك حاجه يتحقق لك ماذا يتحقق لك الانكسار فلما يتحقق لك الانكسار وتتحقق بالانكسار يتحقق لك ايه القرب انا عند المنكسره ايه قلوبهم فتشعر بان الله عندك وانك في عنديه الله سبحانه وتعالى تشعر بانك في حضرته ولكي نكمل الكلام عن شعورنا اننا في حضرته يحتاج هذا الى شيء من التفصيل نتكلم عنه بعد الفاصل إن شاء الله عدنا إلى ساحة مولانا سبحانه وتعالى وإلى عبادة هي الدعاء ولذلك إذا تحققت بأن الدعاء ده أتى لتعبد الله يبقى كده هيحصل يعني شويه حاجات نحلها حاجات هنتكلم عنها في هذه الحلقه وهنتكلم عن باقي الاوهام في الحلقه القادمه بس تعالوا نتكلم ده هينفعنا في ايه في مساله ماذا وهم انك تعلم الله بحاجتك لا ده خلاص يبقى الدعاء لا علاقه له باعلام الله بحاجتي لان الله يعلمها لانه هو الذي ايه خلقها فلماذا ادعو الله عند الحاجه خلاص انا لا ادعو الله عند الحاجه لان هذه الحاجه تساعد قلبي على ماذا على الانكسار فيكون ذلك ايزان بأني بان قلبي سيقترب من الله سبحانه وتعالى فاني قريب فلما تحس بقرب الله تحس بلذه ماذا تحس بلذه الاستجابه الى قلبك فتحس بان قلبك يهمس اليه اطمئن يا عبدي فقد حققت لك ما تريد هذا هو المعنى هذا هو معنى الدعاء ان تحس بانكسار القلب لله سبحانه وتعالى فيحصل لك ان انت ايه انك وكانك في العباده وكانك في العبادة يعني ايه وكانك قل وكان قلبك يسجد لله سبحانه وتعالى هو معنى الدعاء ولذلك انت لما بتحس بهذا المعنى لما تحس ان انت دعيت الله وانقسم قلبك لله سبحانه وتعالى فاحسست بشده بانك تحتاج الى الله ولا ملجا من الله الا اليه وان ما انت بصدده لا يتحقق الا مع الله وان الله سبحانه وتعالى يكون لك اللي بيحصل تحس براحه عجيبه وتحس باطمئنان وتحس بعد ما كنت والعياذ بالله في في التهاب الخوف من ان يحدث لك ما ما يؤذيك اللي حاصل احسست بانك في حصن وفي راحه وسكب على قلبك برد وسلام منين ده؟ من عند الله سبحانه وتعالى فهذا المعنى لان الدعاء كان موطنا من مواطن ماذا؟ من مواطن العباده. الحاجه كانت موطن من مواطن الايه؟ من موطن الدعاء الذي هو موطن من مواطن الانكسار لله، يبقى لماذا اجرى الله عليك الحاجه وانت تدعو؟ لكي تعرف ان الدعاء عباده انكسار. تعرف ان 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 الدعاء عباده ايه؟ انكسار، كما ان الصلاه عباده قيام وقوموا لله قانتين. يبقى يبقى العبادات لله هناك عبادات انكسار وعبادة دعاء تنكسر لله سبحانه وتعالى، وهناك عبادات قيام تقوم بحقها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الدعاء عباده انكسار؟ فاذا انكسرت لله سبحانه وتعالى تحقق لك معنى العباده. وهذا المعنى هو اللي يخليك فاهم انت ليه بتلح في الدعاء؟ وليه الله سبحانه وتعالى مش يؤخر لك الاجابه؟ وهنا بقى يبقى في تاخير الاجابه وهنا تقدر تفهم المعنى المستقر والقاعده المهمه في مساله الدعاء ان تدعو الله وانت موقن بالاجابه، لماذا تدعو الله وانت موقن بالاجابه؟ لماذا تدعو الله وانت موقن بالاجابه؟ خلينا نسال نشوف اخواننا اللي معانا في الاستوديو ها لماذا لماذا تدعو الله وانت موقن بالاجابه؟ انا بدعي ربنا عشان ربنا عز وجل قريب مجيب ولانه جل جلاله لما فتح لي ان انا اكون اقف بين ايديه واطلب منه حاشا سبحانه ان هو يرد عني باب الاجابه. كلام رأى ان هو ان الله سبحانه وتعالى مدام اذن لي أن أدعوه فحاشاه سبحانه وتعالى أن هو يحقق لي الإيه؟ أن حاشاه سبحانه وتعالى أن هو يردني من غير ما إيه؟ ما يستجيب لي. خلاص؟ يبقى الله سبحانه وتعالى موعدنا فإني قريب أجيب، صح؟ طيب يبقى أجيب يعني إيه؟ يعني أنا كريم ولن أردك ماذا؟ بغير إجابة. طيب هل ده المعنى الوحيد؟ لماذا أدعو الله وأنا موقن بالإجابة؟ طب لماذا اوقن اوقن بالله اوقن بان الاجابه حاصله لان الله كريم ايه لماذا اوقن بان الله سبحانه وتعالى بان الله سيجيبني في عندك جواب لأن سبحانه وتعالى ضمن الاجابه قال لان أثير. الله سبحانه وتعالى ضمن الاجابه ضمن الاجابه يعني هو سيجيبني الا ترون ان الاهم من دهوده اهم من ان الله سبحانه وتعالى وكله كله مهم لكن الأهم من ده إن الله سبحانه وتعالى أعطانا الأرزاق وانتهى عطاؤنا وضمن لنا كل ذلك وقسم لنا الأرزاق وقسم لنا العطايا فالمحاصن من دعائه والذي هو تجلي إجابته سبحانه وتعالى قد كتب ومعنى ذلك ماذا؟ إننا متيقن ما أنا معنا لو إننا متحقق بان الله سبحانه وتعالى لن لن يردني طيب خلاص بس كمان ليه هو استجاب لي استجاب لي لانه كتب رزقي بتلك الاجابه فانا متيقن من ذلك انا متيقن أنه كتب لي هذه الاستجابه طب انا متيقن من انه كتب لي هذه الاستجابه فلماذا ادعو كرجل يقول لي لماذا اصلي وان كان قلبي ليس مقبلا على الله لان هذا وقت الصلاه فلماذا ادعو الله عند الحاجه لان هذا وقت لقاء الله وان الله سبحانه وتعالى اذن لك في اللقاء لكي تلقى الله عند هذه الحاجه اذن لك بذلك اذن لك لانه سيفتح لك بابا من ابواب القرب وباب من ابواب اللذه وبهذا طيب وهذا الارتباط اللي اشار اليه اخونا هذا الارتباط ما بين ماذا ما بين الدعاء والاجابه، قال له دي حاجه فضل تاني من الله سبحانه وتعالى. ايه هو بقى؟ ان الله سبحانه وتعالى من شدة تودده لنا، شدة حبه لنا ان هو يعمل ايه؟ يعطينا العطاء في زمن الدعاء. فاللي يحصل؟ ليدخل على قل على قلوبنا السرور. السرور بماذا؟ بأن الحبيب الأجل سبحانه وتعالى يسمعنا. فيبقى العطاء هنا لتتيقن من انه يسمعك. يبقى الله سبحانه وتعالى بيعطيك لما تدعو عشان تتيقن من ان الله ايه؟ فلا تنقطع عن هذه العباده. ما تنقطعش عن عباده ماذا؟ عن عباده الدعاء بان الله يسمعك ولكن اهل الله يدعون لا للعطاء ولكن يدعون للقاء. فاني قريب اهل الله والمقبلون على الله يعملوا ايه لا يدعون لايه للعطاء ولكن يدعون لايه للقاء ليه لانه وعليه يحمل كلامهم عليه نفهم كلامهم بقى علمك بحالي يغني عن سؤالي يعني لو كنا هو ده معنى كلامهم بيقولوا ايه لو كنا عايزين نتكلم يعني على الحقيقه يعني فانا المفروض ما ندعيش ليه؟ ليقيني بانك تعلم بحاجتي. هل معنى كده انهم مش علمك بحالي يغني عن سؤالك، وان كان علمك يغنيك ولكنه لا يغنيني عن لقائك. وان كان علمك بحالي يغني عن سؤالي يغنيك انت عن سؤالي. لكن علمك بحالي يغنيني انا عن سؤالك؟ لا. علمك بحالي يغني عن سؤالي، لكن علمك بحالي لا يغنيني عن سؤالك، ليه؟ لأن سؤالي يدخلني في دائرة اليقين بسماعك لصوتي وما أحلى هذا اليقين ولذلك إذا دخلت على حضرة الله سبحانه وتعالى فتجد قلبك منكسرا في سجدة القلب فإن اللي يحصل تذوق حلاوة ماذا فإني قريب أجيب المسألة مش إنك تحس بلذة الإجابة الأهم منها أن أنت تحس بلذة السماع أن أنت تحس بلذة أن الله يسمعك بأن الله ماذا؟ بأن الله يسمعك فاذا دخل في قلبك ان الله يسمعك لم يسعك شيء ولم تحتج الى ان تجيب على السؤال الذي يتكرر عند الناس سؤال ماذا؟ لماذا ادعو الله ولا يستجيب لدعائي انت متاكد من صيغه السؤال؟ اه صيغه السؤال ان الله سبحانه وتعالى ادعو ولا يستجيب لدعائي فلماذا لا يستجيب لدعائي؟ هل لأنه لا يسمعني؟ هل لأنه لا يجدني مستحقاً لهذا العطاء؟ هل لأنه يراني لا يليق بي أن أكون على صلة بيني وبينه؟ هل لأنه يراني لست مستحقاً من أن أكون قريباً منه سبحانه وتعالى؟ أسئلة كثيرة، ولكن قبل أن نجيب عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله يجب ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى كتب علينا الدعاء وامرنا به امر الحبيب لحبيبه ان ياتي للقائه في الميعاد هذا امر من الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم ادعوني تعالوا الي عندما ياتي الموعد وهو الحاجه يا عبادي ادعوني ادعوني فهذا هو الموعد الذي وضعته لكم لتقبلوا علي فالقاكم فاني قريب فاني قريب ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا من الاستكبار إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى فهذا من الاستكبار عن عبادته. جعله سبحانه وتعالى من الاستكبار عن عبادته. لماذا؟ كيف يعقد لك الحبيب موعدا للقاء ثم لا تأتي لتلقاه. ومتى عقد الحبيب لي موعدا للقاء؟ عندما أجرى عليك الحاجة. أجرى عليك الحاجة لتعرف أن هذا هو الزمن الذي يجب أن تلقاه فيه. هذا هو الزمن الذي لابد أن تذهب إليه فيه فظننت أن هذا الزمن زمن, زمن تعذيب لك وإتعاب لك وولاة بل هو زمن جذب لك ودعوة لك فتفهم أن الدعاء كان منه أولا ثم كان منك ثانيا دعاك إليه بالحاجة التي أجراها عليك لكي تنكسر له فدعوته فاجابك سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب فيا عبد الله اذهب اليه في الموعد عندما يجري عليك الحاجه فانه سبحانه وتعالى سيسعد قلبك لا بالعطاء فقط ولكن سيسعد قلبك باللقاء في حضره القدس التي تكون فيها متلززا بقوله فإني قريب ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنجيب على بعض الأوهام المتعلقة بالدعاء نلقاكم على خير وفي أمن الله سبحانه وتعالى وأمانه